السلام عليكم، معكم تمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة. هذا الفيديو باش نقدم لكم المشاريع اللي غادي تقوم بها الوزارة في 2021. أولا بغيت نبدأ بهاد الفنان الشاب سميتو أيمن ترفوس من طنجة، هو اللي فاز بالمباراة اللي دارتها الوزارة في الحجر الصحي، وهو نموذج اللي كيوريكم بأن كاين واحد الالتقائية ما بين الرياضة والشباب والثقافة والفن، وهذا الفن هذه المواهب اللي كيخصنا نعترفوا بها ونشجعوها. وهذا مثال على أن البيريمتر ديال الوزارة فيه منطق، وهذا المنطق كيبان أيضا ملي كنشوفوا البطولة راكم عارفين هي أول معرض للثقافي في المغرب، هو سبيكتاكل فيفون اللي كيجمع الملايين ديال الناس من فنون الأداء والاستعراض، وفيه أيضا واحد الجانب اللي كيتعلق بقطاع الاتصال. انتم عارفين بأن الرياضية تي في عندها أكثر من 350 مباراة باللايف، وكتساهم هذه القناة كتساهم في التمويل ديال الفيدراليات أو الجامعات الرياضية أساسا كرة القدم بأكثر من 100 مليون ديال الدرهم في العام. وكتشوفوا أيضا كاين جانب ديال البنية التحتية مع لاسوناجيس. إذا هذا النموذج ديال البطولة كيوريكم بأن البيريمتر ديال والمهام ديال الوزارة فيها واحد المنطق عام وديال الالتقائية. هادشي كيجيبني لهاد لا ديفينيسيون ديال الثقافة اللي هي الشيء اللي كيساعد بناء العلاقات الاجتماعية، التماسك وتوليد ديال الإبداع. وكتشوفوا بأن كاع القطاعات اللي منضوية تحت لواء هاد الوزارة معنية بهاد لا ديفينيسيون. اش كتقول العلوم الاقتصادية في هذا المجال؟ كتقول بأن التراكم ديال رأس المال الثقافي ديال الأفراد كيحدد التكاليف ديال المعاملات الاقتصادية والتكاليف ديال حل ديال المشاكل المعلوماتية. وهذا الشيء كيلح بأن كاين ارتباط مباشر ما بين القطاع الثقافي والتماسك اللي كينتج عنه والإقلاع الاقتصادي والتكنولوجي. وكاينين علماء اقتصاديين آخرين كيقولوا بأن الرأسمال البشري ماشي هو غير العدد ديال السنوات اللي كيدوزها الفرد في المدرسة، ولكن أيضا كاين المعطى ديال الوجود ديال الفئة الإبداعية، أي العدد ديال الفنانين، وهنا كنعني الفنانين في الرياضة وفي الثقافة والفنون. هادشي اللي كيجيني المحاور الرئيسية ديال هاد المشاريع اللي غتكون في 2021. أولا الصمود، هنا كانت لجنة اليقظة الاقتصادية هذا الصباح وقمنا بالتوقيع ديال 4 ديال العقود برامج اللي كتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية، اللي كتعلق بدور الحضانة الخاصة، القاعات الرياضية الخاصة، والصحافة المكتوبة. وكاع هاد الاجراءات غادي تمكننا باش نسهلوا على المقاولات لا تريزوري ديالهم، وايضا باش نسهلوا الامور على الموظفين ديالها. اول اجراء هو التمديد ديال فترة سداد ضمان اكسجين. الثاني حاجة التأجيل ديال تسديد الاشتراكات ديال السي ان اس اس، التأجيل ديال سداد استحقاقات قروض البنكية والليزينغ. ايضا غتكون تعويضات شهريه للموظفين ديال هاد الشركات اللي كيكونوا في وقفوا العمل، والشركات اللي معنيه هي الشركات اللي ينخفض رقم المعاملات ديالها باكثر من 50%. ايضا الاليجيبيليتي ديال هاد الشركات ضمان غولونس وغولونس تي بي او ديال لا سي سي جي، وايضا الاعفاء الضريبي عن الضريبه على الدخل اللي غادي يكمل الدخل ديال هاد الموظفين. فيما يخص عقد برنامج اللي كيتعلق بالصناعة الثقافية، أولا طبقا للتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، غادي نقوموا بخلق واحد المنصة رقمية
اللي غادي تعني التراث الغير المادي، العروض الحية والمهرجانات. أيضا غادي نضمو إن شاء الله مسابقة للقراءة للأطفال اللي قل من 18 سنة، وغادي نشأو وحدة ديال المساعدة ديال المقاولين الثقافيين وخاصة الشباب منهم اللي بغاو يشاركوا في البرنامج انطلاقة اللي كاين في وزارة المالية الاقتصاد والمالية، وأيضا يكون دعم الخدمات ديال توزيع الألبومات الموسيقية للمجمعين منصات مثلا سبوتيفاي أو ديزر. هادشي غادي يمكننا باش نشجعوا التصدير ديال الموسيقى ديالنا. من بين التوصيات ديال ليزاسيس ديال لي زاندستري كولتوريل اللي كانوا في 2019 واللي كانت وزارة الثقافة شريك أساسي فيه، من بين التوصيات كان إعادة تأهيل النموذج الاقتصادي القياسي الايكونوميتري، لا ميز نيفو ستاتيستيك ديال هذا القطاع الثقافي اللي انطلقت هذه بعد سيمانات. غادي يكون لابيل دوفر لوفيرتور دي بلي في 18 فبراير، وايضا هذا النموذج غادي يمكننا باش نصيغوا واحد الاقتراحات باش نديروا واحد الاطار تشريعي وتنظيمي خاص بالمقاولات الثقافيه، وهذا مطلب اللي كان قديم ديال هذا القطاع، ودابا راه غادي نبداو نشتغلوا فيه. كاينه ايضا اقتراحات اللي غادي تجي على المصير ديال المديريه ديال التراث الثقافي، كيفاش نديرو باش نعزو الامكانيات ديالها، واش نمشيو السيناريو ديال تكون وكاله او نعزوها في الشكل ديالها الحالي. وايضا فيما يتعلق بالصندوق الوطني للعمل الثقافي، التطوير والتسويق، التطوير ديال التسويق والاتصال وجمع الاموال ديال هذا الصندوق. وايضا الدراسه غادي تنكب على الامكانيات ديال التحويل الرقمي، مثلا التشغيل البيني مع الجهات الفاعله والمعنيه، وتحقيق الدخل لا مونيتيزاسيون الى اخره. ملي تكلمنا على المباراة ديال القراءة للأطفال، هنا عندنا واحد الدراسة ديال البيزا اللي كتوري بأن أكثر من 44% ديال الأطفال المغاربة كيعيشوا في منازل اللي ما فيهاش 10 الكتبة، وهذا مشكل حيت 70% أو أكثر من الساكنة المغربية كتاخد سميتو كتولج المعرفة والثقافة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية وخاصة الإنترنت. هذا الشيء اللي كيجعلنا بغينا ننظموا هذه المسابقة باش أولا نوزعوا باش الناس اللي غادي الأطفال اللي غادي يفوزوا بهذه المسابقة يكونوا عندهم دي كوفري دو ليكتور، باش ندخلوا هذه الكتوبة عندهم في الدار ويكون ان باسبور دو ليكتور، وتكون واحد المباراة اللي تشجعهم على الثقافة ديال القراءة. وهذه الثقافة ديال القراءة راه هي اللي غادي نلقاوها إن شاء الله ملي يكبروا هاد الشباب باش يوليو قراء ديال الصحافة المكتوبة. فيما يخص أيضا الصمود، لاحظنا بأن كاين تفاوتات كبيرة جدا جهويا بين في الوصول إلى الممارسة الرياضية والثقافية، وهنا الوزارة غادي تعطي 2021 الأولوية للأجهزة المحمولة بالخصوص في العالم القروي. وملي كنقول أجهزة محمولة كندرسو الإمكانية باش نخلقو دور شباب متنقلة اللي غادي تمشي لهذا العالم القروي وشبه قروي. وهنا كانت واحد التوصية ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 2012 كنظن، اللي وصلت على لي بوس بيبليوتيك، اي وسائل متنقله ديال المكتبات، مكتبات متنقله. حنا غنحاولوا نمشيو في هذا الاتجاه، ولكن ما يكونوش غير مكتبات، يكونوا دور الشباب وفيهم واحد العدد ديال لي زاكتيفيتي. فيما يخص ايضا الصمود امام ازمه سوق الشغل، هنا كتشوفوا بان في هذه دراسه ديال 2016 ديال وزاره الماليه كتوري بان في 2016 المبلغ اللي كتنفقه الدوله لمساعده كل شاب مغربي على الولوج الى سوق الشغل
ما كانش كيتعدى 20 درهم لكل شخص. وهنا بغيت ننوه الإجراء اللي جاء في هذا قانون المالية 2021 اللي قام بإعفاء من ضريبة الدخل لمدة أكثر من 24 شهر، كان 36 شهر، على الرواتب المدفوعة للشباب تحت 35 عام عند التوظيف لأول مرة. وكان إن شاء الله هذا الإجراء غادي يساعد الفئة الشابة باش تصمد أمام هذا الأزمة الاقتصادية اللي بدأت في 2020 ومازال غتستمر في 2021. وبالنسبة لهذه التحولات اللي غتوقع في سوق الشغل ميكانيكيا بفعل التحولات الديموغرافية إلى آخره، ميكانيكيا واحد العدد ديال الشباب، نساء شابات، اللي غادي يدخلوا لسوق الشغل ويعوضوا رجال كبار السن اللي يمكن غتكون عندهم اقل مستوى ديال التكوين. وهذه فرصه اللي ما خصناش نفوتوها ان شاء الله. وبما اننا تكلمنا على التشجيع ديال الولوج ديال النساء لسوق الشغل، كاين ايضا التشجيع ديال الولوج ديال النساء الى كره القدم. والوزاره هذا العام وقعت واحد الشراكه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش نشجعوا هذه كرة القدم النسوية، وغادي تكون فيها 100 مليون ديال الدرهم من الوزارة كل عام في هذا الغرض. باش نرجع للارتباط بين الولوج إلى سوق الشغل ودور الحضانة، كاين واحد الارتباط مباشر بين الوفرة ديال هاد دور الحضانة، البلاصات ديال دور الحضانة، والولوج ديال النساء لسوق الشغل. هادشي اللي جعلنا أولا نسنيو هاد عقد برنامج مع الجمعية المغربية لدور الحضانة الخاصة. ولكن أيضا كاين واحد النسيج ديال دور الحضانة اللي تابع للوزارة، كنظن أكثر من 15 ألف بلاصة اللي فيها. واليوم الوزارة مكبة على واحد الدراسة اللي غادي تمكننا باش نديرو واحد المشروع ديال البي بي بي في الميدان ديال دور الحضانة، أي أننا نجندو التمويلات ديال القطاع الخاص باش نخلقو هاد المناصب ديال دور الحضانة اللي غادي تكون بالمجان. هذا أول، يمكن غادي يكون أول بي 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 سوسيال إلا توفقنا فيه. دوك غادي نبداو في الدراسة ديالو هذا العام باش نقدموا هذا المشروع إن شاء الله. فيما يخص الرقمنة، هنا التجربة ديال الحجر الصحي ورات بأن الرقمنة هي الحل باش نصمدو أمام هذه الأزمات. أولا، انخرطت وزارة الشباب والرياضة في المشروع ديال ستارت اب ديتا، شركة ناشئة للدولة، ديال الوكالة ديال التنمية الرقمية لا دي دي، وشاركنا باش ينخرطوا الموظفين ديال هذه الوزارة في هذه العملية. والحمد لله توفقنا، حيث السيد ياسين مماد اللي ربح فاز بهذه المباراة. والمشروع ديالو هو التطوير ديال إنتاج المحتوى السمعي البصري للشبكات الاجتماعية من خلال دور الشباب. دونك ان شاء الله كنظنوا ان هذا البرنامج غادي يمكننا باش نعزو الثقافه ديال الابتكار ونجندوا الذكاء الاجتماعي ديال الذكاء الجماعي ديال موظفي الوزاره. ثاني حاجه، ملي دارت وزاره الماليه واحد الدراسه اللي كتعلق بالصعوبات اللي كانت عندها في الفترة ديال الحجر الصحي. وهذه الدراسة بينات بأن ثاني سبب ديال الصعوبات ديال التيلي ترافاي كانت عدم التوفر على ليزورديناتور أو الحواسيب المتنقلة. إذا غادي نحاولوا نجهزوا كاع الموظفين ديال هذا القطاع بليزورديناتور بورتابل. وايضا ان واحد
المشروع ديال البيمو، التدبير ديال المشاريع ديال القطاع بصفة أفقية إن شاء الله اللي غادي نخدموا عليه في 2021. إلى عقلت في 26 غشت 2019 نظمت واحد لا كونسلطاسيون، المشاركة ديال المواطنين في المواقع الاجتماعية باش نسولهم شنو هما المشاريع اللي بغاو في القطاع الرياضي، وكان الهاشتاغ ديال الفكرة الرياضية. جاتنا 168 اقتراحات ودرسنا هذه الاقتراحات، وتم الانتقاء ديال الاقتراح ديال مصطفى رشيد اللي كنهنيوه، اللي اقترح بأننا نخلقوا واحد المنصة رقمية اللي غادي تربط ما بين الوزارة والجامعات أو الفيدراليات الرياضية والجامعات الرياضية. هذا المشروع درسناه وقدمناه أمام الممولين أو لي بايور دو فون، وتم الانتقاء ديالو من طرف منظمة جي إي زاد اللي هي التعاون الألماني، وحنا سعيدين جدا ان المشروع تم الانتقاء ديالو، وان شاء الله غادي نخدمو فيه باش يستافد من المواكبة ديال جي زاد ومن التمويل ايضا في 2021، خاصة ان الجامعات الرياضية كانت عندها واحد العدد الايجابيات، كاينه صعوبات ولكن كاينه ايضا ايجابيات. هنا كتشوفوا الجامعة الرياضية ديال كرة اليد اللي تأهلت للشامبيونات دي موند في مصر، كاين أيضا الفوز ديال بركان بلا كوب دافريك دي ناسيون، والتأهيل ديال المنتخب الوطني في الفوتسال. وهنا من الإيجابيات ديال 2020 كان أيضا الجمع العام ديال الجامعة ديال الباسكت اللي خرجت من تقريبا أكثر من عامين ديال الجمود وديال البلوكاج، والحمد لله خرجنا من هذا البلوكاج. إذا الوزارة أبقت 164 مليون ديال الدرهم في صالح 33 فيدرالية خارج كرة القدم، الأتليتيزم، الجولف والسبور إكستر، وهذا الشيء كيوري بأن هذه المنصة غادي يكون عندها واحد دور مهم باش تم العقلانة ديال هذه العلاقات بيننا وبين الجامعات. فيما يخص قطاع الثقافة، غادي نخلقوا واحد التطبيق هاتفي ديال الهاتف المحمول اللي غادي يكون فيه الرقمنة ديال كاع المسلسل والمساطير ديال بطاقة الفنان، وأيضا كاع المساطير ديال دعم المشاريع الفنية، لي زار، لي ليفر، الكتاب، ودعم المشاريع ديال الجمعيات الثقافية، أيضا التدبير ديال التذاكر والحجز ريزرفاسيون ديال المواقع ديال التراث الوطني، ومراقبة الوصول في هذه المواقع ديال التراث الوطني حيت لي تورنيكي، لا بيتري، إلى آخره، باش تتم العقلانة ديال هاد الموارد المالية اللي كتجي منهم، وأيضا المراقبة عبر الفيديو. هذا النظام كامل، كاين واحد الدراسة تانية اللي بدات ديال نظام معلوماتي جغرافي ديال التراث باش نمكنوا المستعمل ديال هاد التطبيق باش يعرف فينا هو بلا جيولوكاليزاسيون. وغادي تشوفوا بان هاد علاش كنعطيو هاد الأهمية القصوى لسيت دو باتريمون للتراث، حيت 99% ديال الموارد المالية ديال السياسة الثقافية في المغرب كتجي من هذوك التذاكر اللي كنبيعوها في هذه المواقع ديال التراث. إذا كاين واحد المشروع باش نتمنوا هذه المواقع ديال التراث الوطني باش نعزوا وننميو الموارد المالية اللي كتجي منها عبر استخدام الواقع المعزز، أو بالفرنسية لا رياليتي اوغمونتي، اي ان كل سائح او مواطن اللي غادي يمشي لوالي لي او سيدي عبد الرحمن او ليكسوس حدا العريش غادي يمكن ليه يشوف بالتليفون ديالو واحد لاكوش ديجيتال رقميه اللي غادي تكمل ليه داكشي اللي كيشوف. مثلا الا كان كيشوف الاطلال ديال والي لي عبر الهاتف ديالو غادي تبان ليه هذوك البنيات كما كانت قبل ما تولي اطلال،
ونفس الشيء في سيدي عبد الرحمن، باش نفسروا شويه شنو هما الابحاث الاركيولوجيه وفين غادا ان شاء الله. واخر مشروع اللي بغيت نقدمه لكم هو ان بفضل التطورات التكنولوجيه والرقميه كاينه واحد الالتقائيه، الالتقاء ما بين القطاعات ديال السينما والقطاع ديال السمع البصري والقطاع ديال انتاج العاب الفيديو. وكنظن ان هذه فرصه باش نعزو هذا القطاع ديال السينما ونخلقوا. اذا الوزاره غادي تقوم بواحد الدراسه باش نخلقوا واحد المنطقه ديال التسريع السمعي البصري اللي غادي يكون فيها في الاساس ديالها مركز ديال التكوين، وهذا المركز ديال التكوين غادي يمكن 3 ديال القطاعات في هذه المنطقه باش يتطوروا: قطاع ديال السينما، قطاع ديال السمع البصري، والالعاب ديال الفيديو. وبهذه المناسبه بغيت نشير الى ان في دجنبر 2020 تخلقات الفيدرالية ديال الألعاب الإلكترونية أو الإي سبورت، إلكترونيك سبورت، اللي كان واحد الطلب ديال الشباب المغاربة من هذه واحد المدة. إذا بهذا الشيء كنختم هذا الفيديو، وكنشكركم على الإنصات، والله يعاونكم.